على الضبع بتقصي أثره بين الجبال حتى يصل إلى ما يسمى بالموكرة، لتبدأ بعدها الحلقات الأكثر رعبا عندما يبدأ بالزحف إلى الداخل طالبا من مساعديه إغلاق باب الوكر بالحجارة فور دخوله، وذلك خوفا من هروب الضبع. هسه يعني انا احنا سكرنا عليه هيك هو فات جوا. هسه بعمليه انه شو جوا بساوي بربط الضبع وبرجمه وبس يطلع الصوت تاعه انه افتحوا لي الباب افتحوا لي الباب نفتحوا الباب ونطلع الضبع من زمان الضبع ضل متسحلين. هي الضبع طلع دير بالك. ما عليك. دير بالك اخوي دير بالك. توكل على الله. شوي شوي شوي. بعد الذكر شاي اما راح يحصل عليها ان شاء الله كليته لان هي نفس المنطقه بنفس غرق هدا طبعا لو معانا شويه مي معاك شويه مي يسقي هات لي قزازه المي هات لي قزازه المي هات لي قزازه المي عطشان قد ما عسل حر هات لانه هاي شايف عطشان طبعا وقف هذا عطشان طبعا بسقيهن انا بطعمن بروضهن وبرقيهن عطشان شايف هذا اذا كانت له العطش كيف عاد عن الجوع وما أن ينتهي راضي من مهمته حتى يقوم باستهلال خطوات الترويض ومن ثم اصطحابه إلى منزله حيث يعد مكانا مخصصا لفرائسه من الضباع. عملية مطاردة الضبع استمرت تقريبا 4 إلى 5 ساعات، استطعنا في النهاية مسك الضبع الذي سبق وأن شكى منه الجيران راضي العوض. خالد خطاطبة من جبال عجلون الغد.